اهلا وسهلا بكم طلابنا الصف السادس الاعدادي، ورجعنا مره ثانيه وحتى ندرس القطع الخارجيه. وصلنا الى 2014 الدور الثالث. اوكي، نجي الى 2014 الدور الثالث، ومثل ما عودناكم دائما لازم اول مره تقرون الاسئله. يعني هسه اذا تنوعنا للاسئله، عندنا سؤال اعتيادي واحد اثنين، هذا اسئله اعتياديه محتاجة، لا والله حتى هذا وياهن أربعة محتاجة أجوبة. وعندنا سؤالين true false، ويبقى عندنا سؤال اللي هو give a suitable title. فنيجي هسه نشوف، يقول why some passengers buy books، لماذا بعض المسافرين يشترون كتب؟ صراحة هي غريبة بالنسبة لنا، لأن إحنا ما نقرأ كتب. أحلى شيء بالنسبة للطالب شنو هوايته؟ يقول لنا القراءة، ولو بصراحة ما قرأ ولا كتاب حياته. يعني يجوز نادرا يقول له أنا أقرأ كتب. لا، أنت ما تقرأ كتب، أنت قاعد تدرس الكتب المدرسة. أنا شايل الثقافة العامة. أوكي، all the passengers can enter an airport، فقط المسافرين يدخلون المطار. سكم موظفين اعتقد انه بالمطار، يعني مو بس. المهم كمل، how much do you sometimes have to pay to enter an airport؟ كم كم القيمه have to pay، يجب ان تدفع لتدخل المطار. ما نعرف، كل واحده ومطارها. بس راح نشوف، some of the people، بعض الناس، are not passengers، ليسوا مسافرين. Why are they at the airport؟ ولماذا هم بالمطار؟ يعني هسه احنا مشينا هذا السؤال، اكيد هنا السؤال فوس. يعني اكو اسئله تحل بعضها. An airport is usually crowded، المطار مزدحم. اي نعم، هو دائما مزدحم. Give us a suitable title، خلص راح اشوف هسه، ما نحتاج. احنا من شفنا هنا airport، اقدر بكل سهوله اخلي يعني الأسئلة كلها عالية من على الايربورت. ايربورت يعني نقدر نعتبر انه السؤال المتكرر او الكلمة المتكررة بكثرة بالأسئلة نقدر نعتبرها هو تايتل، او خلي باسنجر. اوكي، نجي هسه نقرأ القطعة حتى نفهم شنو القصة. القصة وما بيها انه احنا عندنا، نغير اللون، يقولون هذا اللون احسن، وبعض الاطباء يقولون هذا اللون شويه اكثر الطلاب. اوكي، you don't have to be passenger to go inside an airport، لا يجب ان تكون مسافر حتى تدخل المطار. جيد، شلون ندخل المطار؟ يقول sometimes you may have to pay enter an airport، هي لازم to enter the airport. بعض الأحيان يجب أن تدفع بعض الأموال لكي تدخل المطار. But it is always a small amount، وأنه دائما مبلغ صغير. إيش قد هذا المبلغ الصغير؟ ما ندري. An airport is usually full of people، مليء full. سامي يقول لك ماخذ السيارة حتى نفولها، نترسها متروسة ناس. Some of them will be passenger، يكونون مسافرين. أعتقد أخطأناها بالوضع. أوكي، some have just arrived. أوكي، some have just arrived by plane and they are now waiting for a car or a bus to take them home. وبعضهم يكونون وصلوا بالطائرة والآن هم ينتظرون السيارة أو الباص ليأخذوهم إلى البيت. حلو، بعد هذا الآخرين are waiting، ينتظرون to go planes، للذهاب بالطائرة. That will take them، التي سوف تأخذهم another city، إلى مدينة أخرى، أو another country، إلى بلد آخر. The
buying they are buying books وهم يشترون كتب to read ليقرؤوها on plane or talking to their friends or relatives فهم يشترون كتب ليقرؤونها على الجريئة يقرؤونها على الطيارة أو يتكلمون مع الأصدقاء والأقارب many of the people الكثير من الناس at the airport في المطار are not passenger ليسوا مسافرين سالفناها لأن قلنا ليس يجب أن تكون مسافرة لكي تذهب إلى المطار. أوكي تشاهدهم. They have come to meet passengers. هم يأتون لأن يلتقوا بالمسافرين. Who are arriving. الذين يصلون. Or to say goodbye. ويقولون مع السلامة. To friends. إلى الأصدقاء. A relative. أو الأقارب who are leaving الذين يغادرون نجعل أسئلة why some passenger buy books you're that buy books to read it on plane ليقرؤونها على ال شو اسمه الطائرة سؤال وراه only passenger can enter هاي سؤالنا أكثر من مرة وقلنا هنا الجواب يجب أن يكون false بعد يقول how much كم قيمة sometimes to pay to enter the airport sometimes to enter the airport but it always a small amount وهي الفقرة يعني هو ما محدد السعر المهم small amount مبلغ صغير وراها some of the people بعض الناس are not passenger ليسوا مسافرين why are they are they at the airport بعض الناس ليسوا مسافرين ليش عندهم يقول many people at the at an airport are not passenger hey they have come to meet passenger who are arriving to say goodbye to friend or relative who are leaving يعني انهم قادمون ليلتقوا بالمسافرين الذين وصلوا او يقولون goodbye الى اللقاء الى الاصدقاء والاقارب الذين يغادرون هذا الجواب كله نجي هنا أنا. An airport usually crowded stand يعني full or false crowded مزدحم وهنا full مليء يعني مزدحم اذا الجواب راح يكون true وسادسا سولفنا عليها airport